غدا فنجم الحلقة سيكون كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري. كلنا عايزين نطمئن على منتخب الفراعنة وأحواله، ولا نريد تكرار تجارب البطولة الإفريقية وكاس العالم. هل سيتمكن حسام البدري من إنقاذ المنتخب المصري؟ وكلنا شفنا المباراة الودية الأولى التي كانت للمنتخب، وفي كلام كتير حول هذه المباراة. اسأل حسام البدري، أسئلتكم ليه كابتن حسام هناخدها بكرة بإذن الله. إلى جمهوري في مصر وحشتوني، وإلى جمهوري الأوسع في العالم العربي، أتمنى أن نقدم لكم ما يليق لكم بكم وما يرضيكم.